فسيدي، يعني موضوع الشيطان عندي أسئلة كثيرة جدا، وكثير من الوسائل سأدعها للحلقات القادمة إن شاء الله إن شاء الله. ونخوض المعركة. قضية هابيل وقابيل سيدي كمرحلة يعني أولية. أو أولية لاستقبال هذا الرجل هو ولد آدم لفتنة الشيطان، كما ذكرتم في كلامكم، بعلم، ما هي بجهل، نعم. وتدرج هذه المعصية. سيدي، لو تعيد لنا قضية هذا التدرج، وكيف الشيطان أغراه في هذا التدرج إلى أن أوصله إلى أن يصير بعد ذلك في مرحلة شيطانية، يعني نعم، ربما يكون هو أبو الدجال أو من من ضمن ذريته. ذريته، لأنه حتى هو أول، بعضهم يقول انه هو الدجال، أو أن ان يكون الدجال من نفس سياسته، من نفس من نفس الصيغة السياسة، هذه والسياسة. لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من فتنة من عصر آدم أي نعم، الا وهي تضع او تصنع نعم، لفتنة، لفتنة الدجال. فقد يكون التهيئة للعقل المنحرف الدجالي المرتبط بالطبع بالعقل الإبليسي نعم هي قضية قابيل، ووجوب دراستها كدراسة سلبية نعم لما دار في العالم الأنوي الشيطاني في ذلك العصر. نعم وعندي سيدي أسئلة كثيرة، وعندي رسومات رسمتها في ليالي أسهر، رسومات رسمتها لكيفية هذا التسلسل جميل الدجالي. جميل إن شاء الله في حلقات جميل. الدجال أعرض لكم بعض هذه الرسومات لهذا التسلسل. قضية قابيل سيدي، هابيل واستعداده لقضية القتل، بدأت من أين؟ هم يقولون أن قابيل حملت به حواء في الجنة، طيب، كقول من الأقوال المطروحة، وأنه هو الأكبر. فدخل الشيطان من هذه العلة المتعلقة بأنا، نفس المشكلة هذه، نفس المشكلة، فهو يرى نفسه أنه حملت بأمه في الجنة فهو أفضل، نعم، وأنه هو الأكبر فهو الأفضل. واختار الله سبحانه وتعالى هذا الاختبار الصعب وهي المرأة، واختار الاختبار الصعب الآخر وهو القربان. نعم، فكانت الاختبارات تشبه اختبارات آدم نعم، في عالم الجنة. في عالم هو، وكيف أراد الله تعالى أن يبرز لنا؟ إذا كان آدم استغفر وتاب، فإن مدرسة في الأرض ستتخذ من الاستكبار ومن الإصرار ومن التحدي مدرسة، فهي تؤدي الارتباط بنفس المدرسة التي بدأ الحوار معها في عالم الأزل، وكفرت بالله ولم تسجد لآدم ولم تلتزم الأمر، خالفت الأمر. ولهذا عنصر مخالفة الأمر هو عين المشكلة، مهما كانت طاعة الإنسان أو توجه الإنسان أو مقام المخلوق. إبليس بلغ من مرتبة العلم والعبادة ما لم يبلغه كثير حتى من الملائكة، لكن أصاب المخلوق الغرور، أو بمعنى أنه شعر أن لديه رصيد يراهن به، والخالق أعلم بالسرائر. فلذلك قابيل أخذ هذه الرؤية وهذه الفكرة جزء منها فيما هيئه الله لذلك، وهذه حكمة، والجزء الثاني في أنه فتح أذنه للآخر، وهذه الكلمة للآخر إلى اليوم. عندما تفتح أذنك للآخر، هذا الذي ذكرت لي أنه أخذ وقت طويل وهو يتابع كتب الفلسفة، إذن فتح أذنه للآخر، وفتح الأذن للآخر إذا إن لم يكن معه توفيق، لم يكن معه وعي، لم يكن معه مدركات، أخذت به المآخذ وخرج عن دائرة القيم والأدب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة قال أنه اطلع على بعض كتب أهل الكتاب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت لا يقتضي ذلك، بل ينبغي الانتباه للقرآن، انتباه للسنة، والوحي نازل والعصمة قائمة والحبيب صلى الله عليه وسلم موجود. فلا هناك حاجة للانصراف إلى كتب أخرى لا نحتاج إليها في فرض الواجب. الإسلام بالنسبة لنا يقول: أنتم في فرض الواجب في تعليلاتكم، في تحليلاتكم، في علومكم، في توسعكم، ارجعوا للكتاب والسنة، لكن اطلقوا مفهوم القراءة، اطلقوا مفهوم القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومباشرة خلق الإنسان من علق، نظرة تأملية تفكرية في الوجود وفي الخلق وما إلى ذلك، اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا كل ذي علمه البشرية الخالق سبحانه وتعالى، إما عن طريق الإلهام وإما عن طريق التجربة وإما عن طريق التلقي، فكل هذه عطاء من الله، من الحق سبحانه وتعالى لإيجاد هذا المخلوق. قابيل هيئة نفسه التي ربما يكون جزء من تركيبها معلول، نعم، وهذا بأمر الخالق، نعم، التركيب المعلول جعلها تتقبل الرؤية المعارضة من خلال تركيب النفس والشعور بالفوقية أو الشعور بالأقدمية أو الشعور بالأفضلية،
وعندما بدأ الاختبار في الأرض اختبرهم الله بأمرين، أمر ديني وأمر دنيوي، وإلى الآن نحن أمة مختبرة في أمر ديني وفي أمر دنيوي. الأمر الديني هي قضية المرأة، ولهذا تصدرت المرأة ولئن كانت مخلوقا مشرفا ومكرما، لكن إذا سقطت في العلة، وإذا سقطت في مفهوم العورة، وإذا سقطت في مفهوم الحبولة للشيطان أدت دورها. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات، حتى لما قال زين للناس يدخل في الناس النساء، عجيب، لأنه جزء من التأثير على المرأة المرأة، من المرأة نعم، مثل التأثير على الجن من الشياطين، نعم، يعني تأثير الجنس للجنس، نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى غيرها من الآية. إذن فهذا استعداد لدى قابيل أن يتقبل هذا الإيحاء، فتقبله من إبليس مقابل ما عنده من إحساس طبيعي، وبدأت عنده هذه نسميها العلة، العلة النفسية، لما رأى الأمر يريد الله به بالطبع إبراز مدرسة، جاءت قضية الاختبار الأولى أنه ينبغي أن يتزوج. ومن أعاجيب التزوج في هذه المسألة هي مسألة الخصوصيات في الجنس، يعني قد يستغرب الإنسان كيف هذا يتزوج أخته، مسألة العقل، كيف يتزوج هذا أختهم كلهم أمهم واحدة وبطنها وطن واحد. هنا نرجع للخصوصيات، نعلم أن الحق سبحانه وتعالى خص في الأنثى في تلك المرحلة خصوصية تختلف عن غيرها فيما لحق، فإنه جعل سر الأنوثة المناسبة لقابيل في أخت هابيل، وجعل سر الأنوثة المقبولة شرعا عند هابيل في أخت قابيل. وهذا ملحظ الإثارة، فقد هيئ الله في هذا التركيب الشرعي تركيب وضعي. التركيب الوضعي أنه جعل زوجة أخت قابيل جميلة، وجعل أخت قابيل هابيل دميمة، هذه مسألة أخرى في الخلق. وترجي تجريد كذلك لحكمة ينبني عنها الابتلاء، كيف يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد، كيف يقبل الشيء ولو كان مخالفا لعقله ووعيه. فعندما أريد أن يتم الزواج جاء الاختيار، اختار آدم شرعا أن يتزوج قابيل أخت هابيل، وأن يتزوج هابيل أخت قابيل. قابيل نظر في الأمر ما عجبته المسألة على الإطلاق، لأن الباعث الشهواني عنده القضية المتعلقة ليست بالأمر، ولكن القضية بالجمال، وهذه نفس المشكلة عند إبليس، ليست القضية بالتزام الأمر، ولكن قضية بالتزام الفهم عقله. وهذه كذلك نفس المشكلة تركبت عند قابيل، ثم صارت مدرسة. لهذا اعترض قابيل على أبيه وقال إن هذا الاختيار غير صحيح. قال له هذا أمر شرعي، يعني ليست القضية قضية اختيار لي ولا قضية اختيار لك، هذا ما أمر ينبغي أن يرتقي فيه الذوق، وينبغي أن أرتقي فيه التسليم. ونفهم الحكمة، ما قبل ذلك، عقله لم يقبل، لم يستوعب، صدم بالحادثة، صدمته الحادثة. ولهذا يقول الحوادث تكون العقد، تكونت عنده عقدة، عقدة ضد أبي، عقدة ضد أخي، عقدة ضد الدين، كما ترى الآن عند المتدينين يرفضون الديانة، عقدة ضد الدين. إذا يريد الله من هذا خلالها حكمة. العقدة ضد الدين نشأت من عقدته الأساسية لرغبته الأولى، التي نشأت عند إبليس لما أمر بالسجود وهي عبادة، ومن خلال الأمر رفض، تكونت عند هذه العقدة، انتقلت إلى قابيل في هذا الاختبار الذي جرى مع زوجة أخي. ثم بعد ذلك الاختبار الثاني، يريد الله سبحانه وتعالى ليبين لنا وللشعوب وللأمم أن القضية مبنية على التعبد، ليست مبنية على الاختيار العقلاني. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، نعم. يعني اسمع الناس، اسمع نعم. الشعوب، اسلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. انظر كيف الوضع القرآني بالحق. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، هذا الاختبار الثاني. الاختبار الثاني ديني، قال إذن أنت لا تريد تسمع الكلام، إذن أنت بينك وبين ربك خطأ، عندك إشكال في علاقتك بالله يا قابيل. قال لا، أنا علاقتي بالله سديدة وأنا أقوم بالواجبات، وماذا تريد مني؟ قال نريد تقدم قربان، قدموا قربان. اختبار يعني ايش ما تكون بالزكاة. طيب ما في مساكين، ما في فقراء في ذلك العصر، قدموا قربان. ما هو القربان؟ كل من جنس عمله. كان قابيل راعيا فقدم كبشا، وهابيل كان مزارعا
فقدم نوع من أنواع الحبوب لكنها لم تكن بالحسن والجودة المناسبة. جاء بأي طعام على حسب حالته، على حسب نفسيته، على حسب موقفه. بالموجود على قولهم. بالموجود على قولهم. بالموجود ووضعوا هذا في أرض عراء، فجاءت النار من السماء وأخذت الكبش. ضافت العقدة على العقدة. ضافت على قابيل عقدة جديدة فوق العقدة السابقة. النار أخذت الطعام. أخذت الكبش. أخذت الكبش. الكبش. وأما الطعام بقي فأكلته الطيور. أكلته دواب الأرض. فغضب قابيل، كما قلنا غضبه تكون تكونت عقدة. عنده تكونت عقدة ومباشرة اتخذ الموقف الذي هو التمرد. بدأ بطي الصيغ الآن الحوار الشيطاني، وإبليس جالس للقضية. الشيطان متابع المسألة، وسيدنا آدم عارف أي يعمل الشيطان. سيدنا آدم كما يقولوا مقروص من إبليس من الجنة، وهؤلاء أولاده بين لهم وفهمهم وعرفهم من العدو الحقيقي، ويكاد يكون الأمر يجري كما قلنا بأمر الله تعالى. فجاءت بعد ذلك الحوادث التي يمكن نسميها أصول المدرسة الأنوية الشيطانية في العالم، التي جاءت من بعد ذلك. حتى من ضمن عجائب وصف القرآن لهذه المدرسة القابيلية اللي هي الشيطانية أنها ترفض المشيخة. لاحظ هذه الملاحظة، ترفض المشيخة الإيجابية، تقبل المشيخة السلبية. عندما قتل قابيل هابيل وحمله على ظهره ودار به في الأرض وتعب به، أراد أن يتخلص. ماذا يفعل؟ ما عنده ارتباط بعلم والده، ولم يستشر والده، وهو الآن قد تمرد عن والده وصار العوبة للشيطان الذي عنده حاجة الشيطان ليأتي، وعند فشل يهرب منه. فبعث الله غرابا يبحثه في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ شوف المثلية، أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. إذن رفض المشيخة من الرب، فابتلاه الله بغراب أن يكون شيخه ومعلمه ومربيه وأن يخرج من أزمة كان واقع فيها، فدفن أخاه. لكن لم يأخذها عن طريق الشرع، أخذها عن طريق الغراب. وهذا يشار به إلى كل الأساليب التي يدفن بها الموتى في الأرض. كيف الآن يتعامل مع الموتى؟ منهم من يحرق، منهم من يقطع الجسم، منهم من لهم أفاعيل معينة في الأجساد، إلا الجانب الشرعي. كيف يعطي الإنسان ذلك التكريم من الصلاة، من الغسل، من التكفين، من الواجبات، من المندوبات، حتى يوسد إلى الأرض ويحترم ويقدر ويعطى حقه في حياته بعد ما مات. سيدي كذلك يعني كأن قابيل كذلك اعتمد على العلم النظري البحث، يعني تعب ونصب حتى رأى نموذج في الكائنات فاستفاده، فكأن هذه المدرسة العقلية والتجريبية. التجريبية. كأن هي المدرسة التجريبية. يعني لما أراد أن يقتل أخاه ما يعرف الوسائل. نعم. ورد في الرواية أن الشيطان جاء إليه وجاء بطائر ووضعه على حجر ثم رضخه بحجر أخرى. فهو أخذ من المسألة التجريبية المتعلقة بالشيطان أن هذا وسيلة من وسائل القتل. نعم. فلم يجد أسلوب آخر، لا سيف ولا أقل من ذلك، إلا أنه قتل أخاه بالحجر. وما كان يعرف القتل، إيش هو القتل؟ ما كان يعرف القتل. نعم. وحتى القتل هو ذاته كان له أثر على البيئة. أيوة. نفس القتل كما ورد في الروايات أن قتل هابيل أوجد سلوكا مختلفا عند الكائنات. سبحان الله. فقد كانت الكائنات أليفة وتعايش الإنسان مثلها مثل الحيوانات الأليفة. أيوة. الأسود والنمور وغيرها مما خلق الله كانت تتعايش مع البشر، لا ترى فيه مشكلة، والطبع هو مركب من الله. عندما قتل قابيل هابيل نفرت، ولم يبقى إلا من كلف بالتسخير لأجل خدمة الإنسان. سبحان الله. سيدي وصلنا لنهاية الحلقة، لكن هذه الملامح جميلة، ظهور المدرسة الأنوية الإبليسية في قابيل ثم ما تسلسل منه، قضية الاعتماد على العلم التجريبي المنقطع عن المشيخة، والعلم الشرعي الآتي من قبل الوحي الرباني لأهل النبوة والرسالة، والمنطلقات هذه التي لا تزال تتكرر في تتكرر ويتكرر منها ما هو مهم. نعم. وهي قضية معالجة الأمور بالقتل، وهذه كذلك قضية حساسة جدا، أنك تجد الآن حتى كثير من أهل الإسلام. نعم. ما يعرف يعالج الأمور إلا بالذبح الحل أو بالقتل. الحل النهائي. تأذن لنا سيدي نجعل هذا يعني طرف لكلامنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.